بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم معاشر الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، ونبدأ معكم بمشيئة الله تعالى هذه الجلسة الطيبة التي نقرأ فيها من موضع الجلسة السابقة في موطأ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، ونبدأ بقراءة آيات من ذكر الله الحكيم يرتلها فضيلة القارئ الشيخ أيمن منصور إمام مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
العالمين. لببي بابي 22 471 الصفحة ما جاء في عدة مراحل باب ما جاء في عدة ماشي نكتب الدين ماشي يا سيدي الدين الرحمن سؤال سبعين عندك تعلم عليك تفضل يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك في موطئه: باب عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضر، لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وحدثني عن مالك عن نافع
أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير، يعني من بيت المال. باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة، يعني أم شريك، يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم ابن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة ابن زيد، فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا، في ذلك خيرا، واغتبطت به. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، ينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك:
وهذا الأمر عندنا باب عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها لا يغير عدتها عتقها. كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة 1 سنة. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 2 قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 3 كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت.
ولزوجها في ذلك عليها الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم زوجها فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، إنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتابع قراءة موطأ الإمام مالك في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، وهذا المجلس 24 من هذه المجالس الطيبة المباركة التي يقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، جزى الله القائمين عليه خيرا لنشر هذه السنة مع كتاب الله تعالى في شتى أنحاء مصر والعالم الإسلامي. نتابع المجلس بإسناد شيخنا شيخ المحدثين الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الحكمين. وبإسناده قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، يعني حنث، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في من قال:
كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك: في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بسلسه. باب أجل الذي لا يمس امرأته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما. باب جامع الطلاق. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا صياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لما لم تحرم عليك؟ قال: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن
وأن يخلي بيني وبين أهلي؟ قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم عرسي لوليمتي فجاءني. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها، هذه قرأناها، أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل قرأنا؟ طيب وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. قال: حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل،
فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنهم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال:
سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا، ما هن من الأزواج؟ قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق. قال: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال، وإنها إن اعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، قال: اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. باب ما جاء في العزل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يعزل. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواريا لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته.
قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل، فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. قال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. باب ما جاء في الإحداد. قال هذا يعني دكتور أحمد، طيب يكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فبإسناد شيخنا شيخ المحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله إلى الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه، نستكمل القراءة. قال الإمام مالك: باب ما جاء في الإحداد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت بها جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت زينب رضي الله عنها: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب رضي الله عنها: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض بها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسلمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمض أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عينها أو عيناها ترمصان. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه بما لا يختمر في رأسها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة رضي الله عنه، وقد جعلت على عينيها صبرا أو صابرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صابر يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيضة كهيئته على التي قد بلغت المحيضة، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك، فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها،
من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فارضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد ولا ما أنبت اللحم والدم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة
أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضول وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضاعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعات أحد من الناس. وقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به، أو ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. باب جامع ما جاء في الرضاعة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. كتاب البيوع. باب ما جاء في بيع العربان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوديدة أو يتكارى الدابة ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك
فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقضت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل مبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسيره: ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها أو سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. باب ما جاء في مال المملوك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم، وإن كان العبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دين. باب ما جاء في العهدة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون
والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردوداً، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. هذا ويكمل القراءة أخي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبإسناد أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ قال: باب العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تسمه لي؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لود حتى لا يستطاع رده فقامت البينة، أنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحاً وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسداً مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار، وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينار، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها، أنها إن كانت بكراً فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيباً فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامناً لها. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبداً أو وليدة أو حيواناً أعزكم الله بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم،
فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك رحمه الله: في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما، حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة، إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه. قال: إنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه، رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره، لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه، ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء. قال مالك رحمه الله: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج،
ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك رحمه الله: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلثاء فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. باب ما جاء في بيع العرية. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال مالك رحمه الله: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له؟ قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضى بوضع الجائحة. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. باب ما يجوز في استثناء الثمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق ب4000 درهم، واستثنى منه ب800 درهم تمرا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. باب ما يكره من بيع التمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فدعي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة
بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحافلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستقراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استقراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعاد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك رحمه الله: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل: له الثوب، أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهار قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسمي، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت له. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب الباني، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القض أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. باب جامع بيع الثمر.
قال مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا ناظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينها. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك رحمه الله: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصوع. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 أصوع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك رحمه الله: فهذا لا يصلح. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطب أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدله، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك رحمه الله: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك رحمه الله: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه
يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك رحمه الله: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهباً على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك رحمه الله: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استقرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليد فيقبضهما وينقذ أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك رحمه الله: ومن استأجر عبدا بعينه، ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامناً على صاحبه حتى يستوفيه. باب بيع الفاكهة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئاً من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان، وما كان مثله وإن يابس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر، وتكون فاكهة قال: فأراه حقيقاً أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعينا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. قال: وحدثني عن مالك عن حبيب بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك
بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يوكل أو يشرب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك رحمه الله: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا فقد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حتى يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك رحمه الله: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة
بدنانير أو دراهم، فإنما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. باب ما جاء في الصرف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وكل من حضر معنا هذا المجلس، وإن شاء الله نلتقي بكم في مجلس قادم، وختم الله لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.